احنا دلوقتي هنشتغل الاشراح بارس خلاص عشان الفيديو اه هنا باور سوينج اهم حاجه في الموضوع الزمن بتاع لا ارجع على اللي بتاع كل عربيه مني بنشر توكيل عليكم السلام هو كار بروبلم لا بروبلم لا بروبلم تعال تعال قول لي بقى اوكي يا ثانك يو حبيبي شكرا تعال مش عارف هذا اخونا محمد حسن اخونا عربيته بارد ميز على طول قول لي الحته بتاعت الطريق بتاعتي عشان ما اعرفش توفي فيه الله ده الباور سوينج الله يخرب الدنيا برضه في حاجه مهمه هنا في الباور سوينج اللي هو الزمن تي بي 1 تي بي 2 لما كنا بنعمل لازم يبقى مينيمم تايم عشان لا يعتبر كتير ما ينفعش نقعد عادي بالظبط يعني ده بقول لك ايه؟ ده الموتيزيشن اوف انيشال باور سوينج لازم يبقى يعني تقريبا زيرو عشان يقدر يعمل ديتكتيف باور سوينج لما تحصل هو كلام مش متاخر لدرجه فاين سيتنج دي بتاعت الصفحه اللي قلت لك استخدم كده ايه؟ كلام مقاطع. فاين سيتنج دي بتاعت تي بي 2 طب سب سيكونس تايب موتيزيشن اوف سب سيكونس باور سوينج خلاص؟ هنا اللي هو تي دبليو تي ار 2 تي ار دي اهم حاجه الاول تايم جدا ديليتو الهابت فيري سلو ثرونج او ده اللي هو تايم جدا ديلي دي تي اتش تايم فور هولدين باور سلو هولدين تي اتش تايم فور اوفر كامينج تي دي بول بوز بوزن دي تايم ده يا باشا بيقول لك ايه تايم جدا ديليتو الهابت باور سلو كلاس ده تايم جيم ديلي تو الهيدج في السكيلز وورك ادي حاجات عشان تتم تملى ال 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 باور سوينج وتيجي من ال 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 الاسبوع او لما تيجي في بيرس بير بيرس بير بير باور سوينج اوكي لا مش انا هو استغرب مش هشوف اللي هو الزمن اللي هو هيأخره وبعد كده يعمل ديلي ديلي وبعد كده يعمل باور سوينج ديتكشن خلاص؟ باور سوينج باور سوينج تعمل ممكن كده وتقعد معاك واكيد بلوك ما فيش قصه كده الريتنج تايم هي اوقات الواحد اللي هو بس التايمنج بتاعه التايمنج ده اللي هو التايمنج كان وقت تقول انت ممكن تعمل فورد اكتيفيشن او تي بي 2 تاور انا واحد فيهم بايظ تختبره اللي بختبر اللي هو الثلاث سكند اللي هو ما في بورد كلهم ثلاث سكند اللي هو السنه اللي فاتت اللي هو السبع اللي فاتت اللي هو هولدنج باور سوينج ستاب هولدنج باور سوينج ستاب يعني الباور سوينج ده بتدي لها ازاي لان الباور سوينج اول ما بتحصل وبيعمل لها هولدنج باور سوينج بتعمل هولدنج بتعمل بلوك تمام اللي هو الثلاث سكند عشان بس الحاجه دي بس يعني الباور سوينج احنا كنا بنعمل باور بلوكينج في التوالات ما تقدر انك تعمل بلوكينج ايه بلوكينج
في ايه حاجة الارم الارم لما ده موجود في الموضوع هو زي ما هو كده يعتبر بليبرك بليبرك موجود في ثلاث ثواني لو انا عملته زيرو يبقى بلوكينج على طول بس مفيش بلوكينج على طول طيب ممكن اكبر الزمن ده على طول اكبر الزمن خالص ليه الامر يا ابني اسمع كان ممكن اخليها من جوه انا انت قلت لي لا بس لو دخلت الروح برضه ده هذا طب ايه ده عشان بس خلاص يا ليه بلوكينج ده جديد من جديد ايوه اللي هو ده بلوكينج هو ده هنا؟ اه طيب
كذا وبعدين يوم واحد كذا يوم صبح لا كان الروم كذا لا حد كذا لا غير كذا حتى قوتي كان بالله تقول بعض المغارة كان سأخذي عن الوقت وقت الوقت وقت الوقت وقت الوقت وقت الوقت وقت الوقت وقت الوقت أنا التعواني حتى قوتي بص حط الربانين في يدي حداك اللي عارفي هو لو هي فيها تجيب فرد عن سابق عدوا من الأكل ايش تاسر حياتي طب كل الحزان بهذا المدير حتى أكل طرفة سبق يكمل بيه بس سبق يكمل بيه بلحظة اه مش معنى ما أحد يقول لك يكمل من ذلك لو سبق سبق يكمل بيه بلحظة أو شو تركت ولا مراوة ولا شو بأي حاجة بالصورة إنه أنا بقول كل سنة بعد صورة طيب ما عندي ولا بشكل كبير تمام صورة زي تغير